نزل مخصوص من السفر وقرر يكون معاها في يوم العمر من غير ما تعرف انه موجود في القاعة، واول ما شافته خدته في حضنها وعيطت. فيديو مبكي ومؤثر لحظة مقابلة العروسة لاخوها بعد سنين من الغربة. يا ترى ايه الحكاية؟ فيديو مبكي ورد فعل كان صادم للمعازيم. تصرف عروسة في فرحها قلب الدنيا، خصوصا بعد ما شافت اخوها اللي كان مسافر بقاله سنين نزل مخصوص علشان يكون معاها في اليوم ده، على الرغم من انه قال لها مش هعرف أكون معاكي وسامحيني، لكن كان عامل لها مفاجأة. البداية كانت مع ترتيبات الفرح، العروسة طلبت من أخوها اللي كان مسافر إنه ينزل ويكون معها، وقالت له فرحتي مش هتكمل غير لما تكون معايا. أخو العروسة اعتذر لها وقال لها ظروفي ما تسمحش إن ننزل، أنا حاولت أخد أجازة لكن ما توافقش عليها وحقك عليا، أنا عارف إني لازم أكون موجود في اليوم ده لكن والله غصب عني. العروسة قدرت ظروف أخوها لكن في نفس الوقت كتمت دموعها وما رضيتش إنها تقلقه، وقالت له أنا مقدرة جدا الظروف اللي عندك مع إن كان نفسي تكون موجود معايا في اليوم ده، لكن في نفس الوقت أخو العروسة كان بيحضر لها مفاجأة وفعلا عرف ياخد أجازة وحجز كمان تذاكر السفر. يوم الفرح اللي حصل فيه ما كانش يخطر على بال العروسة، العروسة كانت فرحانة جدا في اليوم ده لكن في نفس الوقت كان في حاجة جواها حزينة على عدم وجود أخوها جنبها، خصوصا إنهم قريبين جدا من بعض. في الوقت ده كان نزل أخوها فعلا بين السفر واتفق مع القاعة إنها تكون في فقرة هيفاجئ أخته فيها، وفعلا في بداية الفرح قال المنظمين للعروسة إن في مفاجأة محضرينها وإن في رسالة من أخوك عاوز يوجهها ليكي. العروسة كانت مفكرة إن الرسالة دي هتكون عن طريق الفيديو، لكن المفاجأة إن الرسالة كانت هي وجود أخوها في القاعة، وفعلا العروسة بدأت تبص بدهشة كبيرة ومستنية المفاجأة علشان يجي أخوها من آخر القاعة ويدخل على الستيج. العروسة ما كانتش مصدقة عينيها، جريت على أخوها وخدته في حضنها وبدأت تبكي وانهارت. مفاجأة العمر اللي ما كنتش متوقعها وفرحتها بقت اتنين، فرحتها بالزفاف وكمان بوجود أخوها معاها. بتقول العروسة إنها ما كانتش متوقعة المفاجأة دي، كانت متخيلة ان اخوها ممكن يبعت ليها رسالة فيديو لانه اكد لها انه مش هيعرف ينزل، وكانت فعلا فقد الامل في وجوده معها، وعلشان كده لما شافته بعد سنين غربة ما قدرتش ما تعيطش، كانت في الاساس كانت مدموعها وبتحاول تتجاوز فكرة انه مش معها. كمان اخو العروسة قال انه ما كانش ينفع يعدي يوم زي ده ما يكونش فيه مع اخته، خصوصا انه طول الوقت كان معها وعمره ما سابها وبسبب ظروف السفر بعد عنها، وقال انه طالب أهله إن محدش يقول للعروسة على المفاجأة، وفعلا كل اللي خطط ليه حصل. الكل كان مصدوم باللي حصل في القاعة، ورد فعل العروسة كان غير متوقع في مشهد أبكى كل المعازيم.